ليه احنا بنطلب تأجيل الإنجاب لمدة عام أو لمدة سنة بعد الزواج؟ طبعا ده قد يكون هذا الطلب طلب غريب شوية، ولكن يعني أنا طبعا مش عاوز أقول من الناحية الفقهية إيه الموضوع أو من الناحية الدينية إيه الموضوع، لكن أنا يعني طلبي لأن أنا شايف حالات كثيرة عدت المليون، كل دقيقتين دلوقتي بقى في حالة طلاق في مصر كل دقيقتين. فأنا شايف إن المتضرر الرئيسي هو الأولاد. النهاردة الأولاد لما بنفقد الحياة الأسرية، الأب بيبقى في حتة والأم في حتة، وهي يروح لها عشان ياكل تقول له روح عند أبوك، يروح عند أبوه تقول له روح عند أمك، والأمور بقت ملخبطة، والولد ولا حتى عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف يعني إيش حياته، وبيصاب نفسيا بأذى كبير مما يؤثر على الأطفال. طب النهاردة الأطفال دي نتجت عن إيه؟ نتجت عن الزواج، من أزواج غير مسؤولين غير منتبهين للحياة الزوجية. والمؤثر الرئيسي في هذا الأمر هو فقدان الحياة الزوجية وانعدامها ما بين الزوجين، ونتج عنها أولاد بيبقوا أطفال شوارع، بيبقوا أطفال ملاجئ، بيؤثروا في المجتمع. وهذا أمن قومي، ما نتحدث عنه أمن مجتمعي. أنت بتتحدث النهاردة عن أسرة فقدت أولادها بسبب أن هم أنجبوا عقب الزواج سريعا. أهلا وسهلا متابعين بوابة مصر 2030، يعني معانا المستشار القانوني وائل أبو شوشة، بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا. عايزين نعرف يعني قانون الحضانة، وليه في مشاكل كتير بين الأزواج بعد الانفصال، ما شافش الواد عايز يشوف الواد، هي في ما بيبعتش مصاريف. عايزين نعرف هنا يعني القانون بيقول. طيب من الناحية القانونية يا أستاذنا، النهاردة أنت بتقول عقد الزواج بني على إرادة الطرفين، بعد الزواج انفصلوا شهر واحد تزوجوا، النهارده تسمع واحده اتجوزت شهر واتطلقت، اتجوزت اسبوعين واتطلقت، اتجوزت 10 ايام واتطلقت. طب المصيبه دي جايه منين؟ المصيبه دي جايه من عدم التفاهم، العنديه، ان هم مش قادرين يكفوا نفسهم، ان هم تزوجوا على غير تفاهم. مصيبه المجتمع في مقتل لانه نتج عن هذا انجاب اولاد. الاولاد دول هم في المجتمع، التأثير على المجتمع بهذا الشكل هو أمن قومي النهاردة. وبعد كده يبتدوا عنده في بعض، الأب مش عارف يشوف أولاده، هي تقول لك ده ما بينفقش، هي تقول لك ده ما بينفقش علينا، وهو يقول لك بتاع ده ما بشوفش أولادي. وأصبحت هناك يعني أزمة كبيرة في قبل سنة من الزواج. فنحن نتحدث عن أمر هو بالغ الأهمية في المجتمع. لذلك حتى القوانين الأسرية نفسها لم تفعل على الأرض بالشكل الكافي. هنا بنشوف يعني أولياء أمور ما بيعرفوش يشوفوا أطفالهم، وبرضك في نفس الوقت في يعني سيدات بتشتكي بعدم الاب ما بيبعتش مصاريف، عدم النفقه على الاولاد. هنا بقى يعني طبعا دول انا اسف ما ينفعوش يبقوا ابهات ولا ينفعوا يبقوا رجال، لانهم ملزمون بالنفقه على الاولاد. ولذلك انا بقول ايه، انا ليه بطالب او بتمنى، عشان عيب حتى لا اصاب باذى من احد بالفاظ غير لائقه، يقول لك انت جاي توقف الانجاب. لا انا مش واقف الانجاب، انا بقول تزوجتم حاولوا تنضبطوا عشان بينتج عن ذلك اولاد. يعني قصدي حضرتك ندي مهله بعد الزواج، نعطي مهله بعدم الانجاب. بعدم الانجاب، فاهم الناس كده بالراحه، عشان علشان في ازمه كبيره بنعاني منها اللي هي ايه. النهارده حضرتك بتتحدث عن امر اسري، امر مجتمعي، امن قومي. الاولاد هم المتضررين، سواء كان في انفصال، الزوج مش هيتضرر هيروح يتجوز، والزوجة مش هتتضرر هتروح تتجوز تاني، والأمور هتنقضي على كده. فاحنا بنقول حافظوا على المجتمع. النهارده مليون حالة في السنة، كل دقيقتين في حالة طلاق،
احنا بنحاول نحافظ على المجتمع. طيب بالنسبه بقى لل يعني معظم حالات قانون الاسره حضرتك يعني تنصح بايه بقى؟ طيب انا اتمنى ان يكون في تفاهم ما بين الزوجين، ان تكون العلاقه حتى بعد الطلاق والانفصال تكون علاقه مهذبه مؤدبه، ويلتزم الاب بالانفاق على اهل بيته واولاده الذين انجبوا، واتمنى ان الزوجه ما تعاندش في رؤية واستضافة الأولاد للزوج حتى لا يكون هناك تأثير على المجتمع. سيد الفاضل، نحن نعيش في مجتمع واحد وكلنا تحت مظلة القانون، إذا لم نفهم ذلك ولم نتدبر هذا الأمر أصبحنا في أحط المجتمعات. طيب هنأكد بس عن طلب حضرتك، بتقول تتمنى. أنا أتمنى ليه؟ علشان تتمنى إيه؟ أتمنى ايقاف الانجاب لمدة عام بعد الزواج. انا ما اعرفش الوسيلة عشان حتى لا اشرع في هذا الامر، ولكن اتمنى ان يكون الامر يعني محاطا بالاهمية. ليه؟ حتى لا يكون هناك ازمات وينتج عن ذلك اولاد. واشكر حضرتك، نورتنا. انا بشكر حضرتك فعلا.